لأن تارك الصلاة له حالتان، إما أن يؤمن بها، إما أن يؤمن بها بشرعيتها، وإما أن يجحد شرعيتها. ففي الحالة الثانية هذه فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك كل من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. لكن إذا كان هناك رجل لا يجحد الصلاة، يعترف بشرعيتها، ولكن من حيث العمل هو لا يقوم بها، لا يصلي، ربما لا يصلي مطلقا، وربما يصلي تارة وتارة. فإذا قلنا هذا رجل كافر كن خالفنا الواقع، لأن هذا رجل مؤمن، مؤمن بشرعية الصلاة، مؤمن بالإسلام كله، فكيف نكفره؟ متى يكفر؟ إذا جحد. متى لا يكفر؟ إذا آمن. فالمؤمن لا يكفره قولا واحدا.